ازيك يا مدام هدى؟ ازاي حضرتك؟ والله انا دلوقتي بقيت احسن كتير، يا رب على طول تبقى احسن. طب بس اذن عشان اشوف زياد راح فين. هتفضلي كده تهربي مني كتير يا هدى؟ اهرب من ايه؟ مش فاهمه. لا يا هدى انت فاهمه وعارفه كويس. ومن الاخر بقى هقول لك انا حبيتك جدا، وانا كمان شايف ان الشعور متبادل ما بيننا، ويا ريت بقى نقعد ونتكلم شويه عشان عايز اخد خطوه. خطوه ايه؟ خطوه في جوازنا يا هدى، انا عايزه اتجوزك. ولسه هتتكلم، جه زياد عليهم وسلم على عم حسام وشكره على الطقم. حسام كلمه وقال له ان الدراسه على ابواب، وانه هيقدم له في احسن مدرسه عشان شايف ان زياد ذكي جدا ولازم يتعلم كويس عشان لما يكبر يكون حاجه مشرفه في المستقبل. زياد من فرحته اترمى في حضن حسام. شكرا جدا يا عمو، انا بتمنى انك تكون موجود معايا على طول. وده طمن حسام شويه. هدى كمان اتمنت من قلبها ان زياد يفضل مبسوط على طول، ويا ترى زياد هيوافق لو حصل نصيب ولا لا، وهيكون رد فعله لما يعرف. الكل مبسوط في الحفله، وادم لاحظ ان خالد مش موجود وكان محاوط مريم بايده على كتفها. هو بابا فين يا مريم؟ عمو في المكتب، هو دخل وانا دخلت وراه وقال لي انه مش قادر على المواجهه، وانه هيقعد في المكتب لحد ما الحفله تخلص وهيطلع على اوضته. طب انا هروح له عشان يطلع يحضر معانا. جه يتحرك، مريم مسكت ايده. لا يا حبيبي ما تعملش كده، خليه في مكتبه. ليه يا مريم؟ هو اللي صاحب الحفله ولازم يكون موجود. حبيبي لو سمحت، باباك لو خرج دلوقتي في وجود تيتا نهاد هيحصل اكيد لوم وعتاب، وممكن العتاب ده يتطور لمشكله، وده مش هينفع في وجود الضيوف. فانا من رايي بعد ما الكل يمشي تقعد كده انت وعم وخالد وتيتا نهاد وملك وتحل المشكله، لكن يا حبيبي بهدوء وتكون منصف، ويا ريت تنصف والدك لانه ما صدق انك سامحته. واكيد لما حس انه خلاص هيرتاح ظهرت تيتا نهاد، وهي ممكن ما تسامحوش. هي ممكن ما تسامحوش وده هيتعبه. على فكرة يا آدم، عمو خالد تعبان نفسيا ومحدش حاسس بيه. أرجوك انصف والدك وطيب خاطر تيتا نهاد. انت لازم تلم شمل العيلة من تاني، وكفاية فراق كفاية تعب. أنا عايز نفكر بإيجابية شوية ونشوف إيه اللي هنستفاد منه من صلح العيلة. إن السعادة هتملى بيتنا من تاني والكل هيكون مبسوط، ولازم تيتا نهاد ترجع علينا من تاني، وانت تلم شمل العيلة. كفاية حقد وكره، وبلاش ننبش في الماضي، ولازم نؤمن ان كل اللي حصل ده كان من ترتيب ربنا، يعني بينا او من غيرنا كان هيحصل. وبعدين يا حبيبي مفيش في العمر قد اللي راح من حياة تيتا وعمه عشان يشوف جفا وفراق وتعب نفسي. طبعا الحوار ده كله سمعته نهاد، فرحت جدا من اختيار حفيدها وان ابن قلبها وروحها اختار صح. وجت من وراها نناه. اهلا يا تيتا. مفيش تيتا اللي يحبني يقول لي نناه، وانا بموت في حضرتك مش بحبك بس. عارفه يا مريم؟ نعم، انا كان جوايا غضب كبير من ناحيه خالد، بس كلامك هدى الغضب ده وطفى النار اللي بتاكل في قلبي اكتر من 11 سنه. فعلا الماضي انتهى، ولازم نعيش اليومين اللي فاضلين في سعاده وحب ورضا. شكرا جدا يا نانا، شكرا. يا ريت لو حضرتك تسامحيه، وربنا قال والقازمين والغيظ والعافين عن الناس. عمو خالد اتعذب كتير، وكفايه تأنيب الضمير اللي هو عايش فيه، واكيد بيفكر دلوقتي ان المواجهه بينك وبينه هتبقى مستحيله وصعبه جدا، لدرجه انه فكر قبل كده يروح يعيش في دار مسنين. هو ما قاليش انا شخصيا، لكن قال ملك. مش معقول يعني احفادك يطلعوا على وش الدنيا ويلاقي جدهم في دار مسنين، وان نانا ما سامحتوش. نهاد حست قد ايه مريم قلبها ابيض وعايزه الكل يعيش في سعاده وراحه. ماشي يا مريم يا بنتي، انا هسامحه عشان خاطر قلبك الابيض ده، وكمان عشان خاطر احفادي رجعولي. ادم ومريم فرحوا جدا، وادم من السعاده كان نفسه يجيب كل نجوم السما لمريم هديه. هو مش عارف هيحب مريم اكتر من كده ايه. قرب من مريم وحضنها حضن اب لبنته، بيعبر فيه عن شكره ليها لانها السبب في جمع العيال الجميله دي من تاني. بتشكرني على ايه؟ انا المفروض اشكرك لانك موجود في حياتي. طمني جرحك كويس؟ ايوه، اول ما هنروح هنغير لك على الجرح وعقمه واتمن عليك. ادم كان نفسه يشيل مريم ويطلعهم على الشقه، لكن جه صوت من ورا ادم ومريم استاذنت وسابتهم. الحمد لله على السلامه يا سياده المقدم. اهلا يا فندم، حضرتك شرفتني، تحب تشرب ايه؟ لا شكرا، انا كنت زعلان منك واستخفيت بذكائك وقلت انك هتغرق نفسك وهتغرقني معاك، لكن حصل العكس. انت على طول كده بتفوق توقعاتي يا ادم، والمرة دي أنا فخور بيك، وأتمنى إن كل أم وأب يكون عندهم مثال مشرف زيك.
يا خبر يا فندم، ده شرف ليا، وانا بعتذر من حضرتك لاني غيرت في الخطة، لكن انا كان عندي وجهة نظر تانية. انا كنت عايزة انتقم بطريقة خاصة، لولا تسهيل ربنا ودعواتكوا ليا انا ما كنتش لسه عايش لحد دلوقتي. لا يا ادم، انت قدها، واول ما عرفت من طارق انك جيت فرحت جدا. طارق اتصل عليا وحكالي على كل حاجة وقال لي بالتفصيل على كل حاجة حصلت، وفعلا انت اثبتت لاكتر من مرة انك ضابط همام ويعتمد عليك. وعشان كده جهز نفسك، بعد ما تخف تماما هيبقى في ترقية جديدة ومكافأة، انت عملت انجاز يا ادم، انت عملت ضجة كبيرة في تركيا، انت وقفت اكبر شبكة مافيا متعددة الاجرام في كل حاجة، وعرفنا ان فرانك في المعتقل وبيتعذب واعترف على معظم الجهات اللي اعلى منه، وبكده انت انقذت ناس كتير جدا من خطر حقيقي. ربنا يحميك يا ابني، انت تستاهل رتبة لواء مش مقدم، ويلا جهز نفسك عشان النجمة والنسر في انتظارك. متشكر جدا يا فندم، بجد متشكر، انا اللي متشكر اني شغال معايا واحد بالنقاء والفناء، ده يستاهل بجد رتبة لواء وهتحصل عليها اكيد، وانا واثق من ده. ربنا يخليك يا فندم. اتكلموا مع بعض شوية والمدير استأذن ومشي. الكل مبسوط من الحفلة، واخيرا الحفلة خلصت والكل تقريبا مشي، ما عدا نهاد وهدى وزياد وملك اللي استأذنت من جاسر تقعد شوية عشان تشوف ايه اللي هيحصل ما بين نهاد وخالد. جاسر وافق، خلاص انا هستناكي في الجنينة وهعمل كام تليفون بخصوص الشغل، لما تخلصي هنروح. حسام صمم انه ما يروحش غير لما يوصل هدى البيت. هستناكوا بره عشان اوصلكم. حسام كان واقف جنب الباب بيسرق النظرات لهدى. بعد ما الحفله خلصت خالد طلع اوضته ولم كل هدومه ومستلزماته ونزل على السلم، والكل متفاجئ. ادم قام بسرعه وطلع جري شال الشنط من خالد ونزلوا، وادم كان متوتر رغم ان نهاد طمنته. نهاد كانت قاعده على كنبه الليفينج. خالد جه وقف قدامها ومن غير ما يتكلم حط ملف التنازل اللي ادم سلمه له، وحتى مفاتيح الشركه اللي كان بيبدا فيها ومفاتيح العربيه ودفتر الشيكات. انا طبعا مهما اتكلم انتي مش هتسامحيني، ما عنديش مبرر عشان اتكلم واقوله، ما عنديش مبرر عشان اتكلم واقول غير ان نور كانت ونعمه الزوجه، ولو لفيت عمري مش هلاقي زيها، وربنا اخد حقها مني في الدنيا ولسه في الاخره، ولو ان ربنا غفور رحيم وبتمنى يغفر لي ويرحمني. حضرتك دي ملفات كل املاك نور، وده دفتر الشيكات، وكمان الرصيد اللي في البنك، ودي مفاتيح العربيات. انا ما خدتش اي حاجه، ما بقتش عايز حاجه، سبت كل حاجة عشان بس اترحم من نظرة اللوم والعتاب اللي في عيونك دي، لاني بجد تعبت ومش قادر. وده هيرجع لي نور؟ هيرجع لي جوزي؟ انا كده بالظبط، اتحرمت من بنتي 11 سنة ومن جوزي 10 سنين بسببك. هل كل اللي انت كنت بتسعى عشانه هيرجع نور وجوزي؟ لا طبعا. انت بتحط لي الحاجات دي ليه؟ عشان تعبت وندمت وتبت، انا جوايا صراع وتعبان، انا عايزة استريح، عايز اعوض نور ولو جزء بسيط، ولو في ايدي كنت خليتها تسامحني، لكن ده صعب. انا كل يوم بموت الف مره من جوايا، اذنبت وتعاقبت ولسه بتعاقب وهتعاقب، بس بطلب منكم الرحمه، انا عارف اني ما استاهلش الرحمه يا عالم. خالد ندم وانكسر، ارحموني، انا مستعده ابوس على انا مستعده ابوس على ايد كل واحد فيكم، بس ترحموني. ربنا يرحمنا كلنا، وده نصيب نور، وده مقدر ومكتوب، بيك او بغيرك كان هيحصل، كانت نور هتعيش اللي مكتوب ليها. انت كنت عبارة عن سبب وبس، كلنا بنغلط، وكويس انك اتعرف وكويس انك اعترفت بغلطك، انا هسامحك، بس حق نور بنتي عند ربنا هو احن وغفور ورحيم، وهو شديد العقاب، وهو اللي في ايده الحكم في امرك، فوضت امر لله، انا عن نفسي سامحتك، لان الكره والحقد مش من سماتنا، احنا معروف عننا التسامح، وانا اعتقتك لوجه الله مش اكتر. خالد كان هيقع مش مصدق، لكن آدم سنده، انت بجد سامحتيني؟ سامحتك بسبب الملاك اللي دخل على عيلتي وكلامها اللي بيداوي القلوب المجروحة، سامحتك وعفى الله عما سلف، ويارت خلاص ندفن الماضي وخد أوراقك وحاجتك. لا، الأملاك دي لبنتك وانت أحق بيها وتتصرفي فيها براحتك، أنا مش عايزها، كفاية انكم سامحتوني. ماشي زي ما تحب، ودلوقتي خد الشنط بتاعتك ومن غير نقاش ترجعها مكانها، ومش عيلة السمري اللي جوز بنتهم يعيش في دار مسنين، اعقل، انت جايلك احفاد. بعد فترة كانت نهاد حكت لآدم كل حاجة، وان جمال الله يرحمه هو اللي انقذها وعاشت عنده، والجميل ده مش هتنسى الجمال وهدى طول العمر، وقد ايه زياد غالي عندها.
آدم حكى نهاية كل حاجة حصلت من يوم ما اختفى لحد ما خد أملاك نور من فيفي، وبعدها نهاية قامت عشان تروح مع هدى. انت رايحة فين يا نانا؟ هروح يا ابني. تروحي فين؟ ده بيتك خلاص، انت لازم تعيشي هنا. معلش يا ابني قلبي، عشان هدى وزياد لوحدهم، وانت ما تعرفش افضلهم عليا قد ايه، وكمان لو عشت هنا هدى ما ينفعش تعيش معانا في وجود خالد. طيب وهتسيبيني وتمشي تاني؟ لا يا حبيبي، اوعدك اول ما اطمن على هدى هاجي وعيش معاك. مريم فكرت بسرعة وشوشت ادم في ودنه واستأذنته تعمل حاجة وهو وافق. مريم جت من وراها، طب واللي يطمنك على هدى بقى يا نانا يبقى ليه الحلاوة؟ ده يبقى ليه قلب نانا اللي طالعة من شفايفك زي العسل. ادم مش عارف ليه حس بالغيرة من كلمة شفايفك. طب ثواني وجاية. خرجت وجابت هدى اللي كانت قاعدة منتظرة برة، وخدتها من ايديها ودخلت عند نهاد وقعدت بين نهاد وهدى. قبل هدى وانسي كمان حضرتك يا نانا. نعم يا مريم. بصوا عشان يعني في الحاجات دي مش خبرة قوي، لكن انا عايزة اطلب منك يا نانا ايد قبل هدى لحسام اخويا. حسام كان واقف على باب الفيلا تنح وقلبه رقص ومشاعر غريبة وتوتر، لانه ما كانش مستعد في اللحظة دي، وكمان اتفاجئ من مريم. هدى توترت ونهاد قلبها فرح عشان هدى اخيرا هتستريح. انا عارفة انه مش وقته، لكن بجد احنا محتاجين لوجودك يا نانا. كمان حسام عايز يبدأ حياته من جديد، وانا بصراحة ملاحظة ان اخويا حسام معجب بشخصيتك يا ابله هدى، واتمنى لو توافقي. قالت لها نهاد، انا يا بنتي شرفني طبعا ان اخوك يكون زوج لهدى بنتي وحبيبتي. انا مش هلاقي حد احسن من اخوك حسام لهدى، وخصوصا ان له اخت بالبراءة والجمال ده. بجد يا نانا، يعني حضرتك ما عندكيش مانع وموافقة؟ لا يا قلب نانا، انا ما عنديش اي مانع. ايه رأيك يا هدى؟ هدى كانت حاطه وشها على الارض ومش قادره تتكلم، لان ادم موجود وحاسه انه مفيش هوا في الاوضه. مريم مسكت ايد هدى، قبل هدى ارجوك وافقي، انا من زمان كان نفسي يبقى ليا مرات اخ وتكون صاحبتي واختي التانيه. انا طبعا بعتذر، لان مش انا المفروض اللي اتدخل واتكلم، هو المفروض ان اختي شيرين الكبيره وابي مصطفى وادم هما اللي يتكلموا، لكن انا بجد نفسي افرح بحسام، وقلت اخد اول خطوه ولو خير ناخد ميعاد ونيجي نتقدم رسمي. ها يا هدى، ايه رأيك يا بنتي، نسيبك تفكري ولا نتوكل على الله؟ اللي تشوفيه يا نينا. خلاص على خيرة الله. وانت يا مريم يا بنتي، شوف الوقت اللي يناسبكم وكلكم تيجوا تشرفونا عندنا في شقة هدى وتطلبوها رسمي. بس في مشكلة يا نينا. نهاد، زياد. سيبي زياد عليا انا، وكمان سيبي زياد عليا انا كمان، انا هحاول اقنعه واتكلم معاه. زياد ذكي ما شاء الله وهيتفهم الموضوع، وكمان حسام بيحبه جدا وهيكون له اب تاني، ما تقلقيش يا ابله هدى، بجد مش هتندمي. خلاص يا جماعه اللي تشوفوه. قال لهم ادم، طب كده الحمد لله، انت طمنتي على مدام هدى، امتى بقى هتيجي تعيشي في بيتك هنا؟ وانا يا ادم هاجي عيش لوحدي، انا لو رجعت البيت هنا هتكون انت موجود فيه، هرجع لم شمل عيلتي كلها، يعني هيكون انت ومريم وملك وخالد واحفادنا الصغيرين ان شاء الله هيكونوا موجودين في الفيلا هنا، وده قراري النهائي. وبخصوص املاك نور، الاملاك دي من حقك انت واختك، انت تاخدها وتتصرف فيها وتوزعها عليك انت وملك، بس انا مش عايز فلوس، انا عايزك انت حبيبي. انا موجوده، لكن ما ينفعش اسيب هدى لوحدها دلوقتي، لكن اول ما تتجوز ان شاء الله انا هرجع وهتكون انت ومريم موجودين هنا وتعيشوا هنا، اتفقنا؟ بس يعني انا عايز اكون في شقتي، عشان يعني انا ومريم مش هاخد راحتي ولا هي كمان. خلاص يا سيدي، لما نرجع نفتح لك فوق اوضتين كبار على بعض، ويبقى جناح كبير خاص يبقى فيه كل خصوصياتك، وتعيش فيه انت ومريم براحتك. ها موافق؟ ادم كان هيرفض، لكن بترجي مريم اديت له اشاره بالموافقه. خلاص يا نانا، بما انك هتكوني موجوده معايا انا موافق على اي حاجه. وبكده الحمد لله جميع الاطراف اتراضت. حسام دخل جري وحضن اخت مريم وشكرها جدا على الجميل اللي هي عملته معاه، وخد هدى ونهاد وزياد وصلهم على البيت. هدى اول ما روحت دخلت على اوضتها مبسوطه وبتفكر في حسام. نهاد قعدت مع زياد وكلمته كتير، وفي الاول اتصدم، لكن بعد تفكير وافق على عم حسام يكون زوج لهدى اللي تعبت طول حياتها ولازم تستريح. ادم خد مريم وطلع على شقته عشان يقضي ليله حلوه مع مراته، وكمان كان ملهوف عايز يعرف ايه الهديه اللي مريم قالت له عليها.
أدهمش المريم وطلع بيها على السلم زي زمان رغم إنه مجروح، ومريم ما قدرتش توقفه، هو صمم إنه يشيلها. لطفي كان مبسوط جدا بعودة آدم وكمان مريم، أخيرا نجت على بيتها. يا آدم نزلني، أنا خايفة عليك وعلى جرحك، أنا تقيل عليك، أنت ناسي إن أنا حامل؟ طول ما أنا جنبك مش هخليكي تتعبي، أنا أقدر أشيلك أنت وبنتك لحد ما تبقي في الجامعة. مريم حست بفرحة لأنها دخلت بيتها من تاني هي وآدم، ودخلوا الأوضة مع بعض وكانت مكسوفة. وقفت قدام آدم، وآدم حوطها من وسطها. نورت بيتك، أنت نورت دنيتي كلها برجوعك ليا بالسلامة. شالت ايد ادم من حوالين وسطها وقعدته على طرف السرير وقلعت له جاكيت البدله وجابت علبه الاسعاف علشان تطمن على جرحه. وبعد ما عقمت جرحه، حبيبتي مش هتقدمي لي الهديه اللي وعدتيني بيها؟ ثواني، حاضر. وراحت على الدولاب وفتحته وخرجت منه صندوق متوسط وكان متغلف بطريقه شيك. حبيبي دي هديتي ليك، واتمنى انها تعجبك. اكيد هتعجبني، وكمان لانها منك. حبيبي مش تفتحها؟ حاضر يا روحي. وبدأ يشيل الورق على الهدية وشاف إنه صندوق واستغرب، ولما فتحه اتفاجأ، والمفاجأة لجمته بجد. الهدية كانت عبارة عن بلورة فيها صورة آدم ونور وملك، نفس البلورة اللي اتكسرت بسبب مريم. آدم قام ومسك البلورة وكأنها بالظبط زي البلورة اتكسرت، ومش عارف يتكلم ولا يقول حاجة، لكن قلبه فرحان ومبسوط وكمان مندهش جدا. مريم انت رجعتيها ازاي؟ حبيبي أنا من زمان كنت بفكر أعملها لك مفاجأة، أنا خدت الثلاث صور وشلتهم معايا واستأذنت من ملك وخدت البلورة بتاعتها ورحت عند محل متخصص وطلبت منه أنه يعمل لي نفس البلورة دي بالظبط ويحط فيها الصور بنفس الطريقة، وقلت أقدمها لك أول ما ترجع. بجد دي أحلى هدية جات لي في حياتي. مريم أنا بحبك وبحب مشاعرك وتفكيرك وإحساسك، أنا مبسوط قوي. حبيبي دي أقل حاجة أقدمها لك، أنت جبت لي هدايا كتير، وانا دي اول هدية مني ليك، يا رب تعجبك. انا اجيب لك الدنيا كلها، ده واجبي، انا مشتاق لك. مريم دخلت الحمام وخدت شاور ولبست الطقم وكان في منتهى الروعة، وخرجت لآدم. آدم كان خد شاور في الحمام التاني ومنتظرها، واول ما شافها وقف مكانه لانه اكتر من 3 شهور ما شافش مريم باللبس ده. ما شاء الله انت زي القمر، هو الحمل بيخلي الست كده؟ انت بدر منور. شكرا.